دائما ما تحمل البدايات سحرا تتوهج معها الروح، تراها الأعين بإعجاب، إلا أن في عالم الأخبار تبدو الأمور مختلفة، فالعين ترى بعدسة الراصد وتروي بلسان الحقيقة وتنقل كل جديد وحصري حتى يكون المشاهد في قلب الحدث. ننتقل من حدث إلى حدث ونحلق من بلد إلى آخر ليكتمل الخبر. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم متابعة إخبارية. أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي تدشين المكتب الصحي الافتراضي للتعامل مع مرضى العلاج في الخارج، مؤكدا أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية وإضافة جديدة وفريدة في المنظومة الصحية. وقال الوزير العوضي في تصريح للصحفيين عقب التدشين أن هذه الخدمة تهدف إلى تسريع الوتيرة وسهولة الوصول من وإلى المريض المبتعث للعلاج، فضلا عن سهولة التواصل مع المرضى في الدول التي لا يوجد بها مكاتب صحية، وتسهيل الإجراءات مع سفارات دولة الكويت من خلال التعاون الإيجابي مع وزارات الخارجية في تلك الدول. قالت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في القطاع، وصل منها المستشفيات 119 شهيدا و209 مصابين خلال 24 ساعة، معظمهم من النساء والأطفال، كما استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون ظهر اليوم إثر قصف طال مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب القطاع. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه لم يحصل بعد على إذن من واشنطن ولندن لاستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا خشية تصعيد الوضع، وتطالب أوكرانيا بالحصول على إذن لضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى، لكن الغرب يخشون رد فعل روسيا. وحذر الرئيس الروسي فلوديمير بوتين من أن قرارا مماثلا سيعني أن دول الحلف الناتو في حالة حرب مع روسيا. Повної реалізації формули миру, єдиний реальний формат завершення війни і дійсно справедливим і тривалим миром. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт. أعلنت وزارة الخارجية الصينية قرار البلاد باتخاذ إجراءات مضادة ضد 9 شركات عسكرية أمريكية متورطة في مبيعات الأسلحة لمنظمة تايوان الصينية. وجاءت الإجراءات المضادة بعد أن وافقت الحكومة الأمريكية على حزمة مبيعات عسكرية جديدة لتايوان. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن هذه البيانات المشتركة تدخلت بشدة في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادتها ووحدة أراضيها. بدأ القرويون في بلدة نمساوية غرب فيينا التي ضربتها فيضانات شديدة عملية تنظيف واسعة النطاق، وشوهدت مجموعات من الأشخاص من جميع الأعمار يقومون بتنظيف وفرز الحطام المتناثر في الشوارع وخارج المنازل الخاصة في ولاية النمسا السفلى، وهي المنطقة الأكثر تضررا في البلاد. وقالت إدارة الإطفاء التطوعية المحلية إنها لا تزال مشغولة بضخ المياه.
أدت أسوأ موجة جفاف مسجلة إلى انخفاض منسوب المياه في الأنهار في حوض الأمازون إلى مستويات تاريخية، ما أدى في بعض الحالات إلى تجفيف مجاري الأنهار التي كانت عبارة عن ممرات مائية صالحة للملاحة. وانخفض نهر سوليمو وهو أحد الروافد الرئيسية لنهر الأمازون الذي تتدفق مياه منه جبال الأندلز في بيرو إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في المدن البرازيلية الواقعة على الحدود مع كولومبيا، كما جفت بحيرة قريبة حيث نفق أكثر من 200 دلافين من المياه العذبة في الجفاف العام الماضي. بدأ الجيش الإكوادوري دعم العمليات عند سد كبير في أعقاب قرار الحكومة بتنفيذ سلسلة من القطاع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات في كل ليلة في جميع أنحاء الدولة وسط جفاف شديد تسبب في انخفاض منسوب المياه تؤثر على محطات الطاقة الكهربائية. وتواجه الإكوادور أزمة كهرباء تعزوها الحكومة إلى عدم صيانة السدود القائمة وعقود تأمين توليد جديد للطاقة، فضلا عن أسوأ جفاف تشهده البلاد منذ 61 عاما. ووفقا للحكومة، الحكومة الإكوادورية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الأزمة بما في ذلك تشغيل سفينة كهرباء والسعي لبناء مولدات دائمة على الأرض وتحسين البنية التحتية المهجورة من بين أمور أخرى. فاز منتخب البرازيل وهولندا بلقبي بطولة ريد بول فور تو سكور لكرة القدم التي جرت فعاليتها في مدينة لايبزيغ الألمانية. هذه بطولة فريدة من نوعها وقد جرت بمشاركة 28 منتخبا من 20 دولة، ويتألف كل منتخب من 4 لاعبين، وتنظم المنافسة على ملعب صغير جدا، كما أن المرمى صغير جدا ويلعب كل منتخب دون حارس. أما فترة كل مباراة فهي 10 دقائق، وتحتسب الأهداف التي تم تسجيلها في الدقيقة الأولى أو الأخيرة مضاعفة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، في أمان الله.